إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كي دايره مع الصحه؟ مزيانين؟ كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو باحسن الاحوال. اليوم جيت نقدم معكم الوصفه ديال الرز مبخر بالدجاج، وغادي نبداو على بركه الله بالمقادير. وهي عباره على نص كيلو ديال الرز اللي سلقناه من قبل، جوج كيلو ديال الدجاج، جوج بصلات متوسطين الحجم مشلضين، نصطر ديال الماء، معلقه صغيره ديال سكنجبير، ومعلقه صغيره ديال خرقوم البلدي، والملون هنا شويه ديال الملون. كاين اللي كيفضل ما يديروش، ما يديروش على حسب الرغبه ديالك. معلقه صغيره ديال الابزار، نص معلقه ديال الثومه بودر، عندنا معلقه هنايا صغيره ديال الملحه، ونص معلقه كبيره ديال السمن الحار، وحامضه مصيره متوسطه الحجم اللي غنحتاجو غير الدخلاني ديالها، ضمه البنه، معلقه كبيره ديال الهريسه، ونص كاس ديال الزيت البلديه والروميه مخلطه مع بعضهم. وعندنا هنايا القزبر اللي دقيناه من قبل مع الثوم، وغادي نبداو على بركه الله بالطريقه. بسم الله، غادي ناخذ هذا البانيو الصغير، غادي نعمل فيه هنايا قزبر كما كتشوف. غادي ناخذ هنا الملون، خرقوم البلدي، السكنجبير، ونص معلقة ديال البودر ديال التومة، بودرة ديال التومة، معلقة صغيرة ديال الملحة، والإبزار، نص معلقة ديال السمن الحار، ضمة البنة، الهريسة. غادي ناخدو تخلان ديال الحامضة، نحتاجو غير الدخلين ديالها فقط لا غير. غناخدو هنا شويه ديال الزيت، غير شويه منه. غادي نخلط المكونات مع بعضها بهذه الطريقه، فين دانزو العناصر على بعضو. غادي ندير واحد شويه ديال النعناع، غير شويه، غادي ناخذ الدجاجه ديالنا غنشرملوها كما قلت لكم، فيها 2 كيلو، معبر ديال 2 كيلو. غادي نشرمل الدجاجه، ندخلو فيها التشرميله مزيان من الداخل، بهذا الشكل. تنشوف بان راه تشرملت لنا مزيان داخل التشرمله فيها. غنخليوها على جنب بحال هذا الشكل. غادي ناخذ الرز ديالنا
غادي نحطو في الشرميلة اللي بقات هنايا في الشرميلة ديالنا اللي الروس سلقناه من قبل، نص سلقة ماشي سلقة كاملة. وغادي ندمجو العناصر مع بعضها على هاد الشكل حتى تدخل الشرميلة فيها. تدخل الشرميلة في هاد الروس وغادي نزود الدجاجة اللي شرمناها من قبل وغادي نبداو نعمر الروس. شوفو ديما هنايا نخشيوها هنايا هيك تشوفوا راه الرز بقى ما غادي نهزو غير نحطو تحت يجي كامل. غادي نوضعو البصلة ديالنا اللي شلطناها كيف ما قلتلكم من قبل الكوكوت وغادي نضيفو الزيت اللي بقالنا مخلط هنايا ومية وبيدية وغادي نضيفو الماء المقدار ديال الماء اللي غادي طيب الحشوة ديالنا وغادي نوضعو هادي في الكسكاس. كيما كتشوفو حطينا البصلة ديالنا هنا والزيت كيما كوريتكم. دابا غادي نوضعو الدجاجة ديالنا هنا غادي نقدوها باش نحطوها في الكسكاس الكوكوت تبخر وغادي نستمروا في هذه العمليه وغنوضعوها في كوكوت طيب ونوريكم كيفاش جات ملي طابت ملي تبخرت من بعد. شوفوا كيف شفتوا معنا قبيله طابنا الرز غادي نحطوا نوضعوا الرز في الطبسيل. هذه المرقه اللي بقات لنا كتبقى لنا من تحت العطريه كامله كتنزلناها في هذاك البصله وهذاك الزيت اللي درناه من تحت كتعاود العطريه كتولي كتخليوها حتى كتختار وكتولي اللي بغى يلوز بها. دابا غادي نحطوا الرز قد نهسو تشير هكا بقى سخونة باش مساء غتبقى سخونة هذا هو الطبق ديالنا من بعد ما وجد ريحتو راه كطلع مزيونة وكيجي مزيون بزاف. كنتمنى تجربوه وما تبخلوش عليا بجيم وبسلامة عليكم. فيديو ان شاء الله جديد.